السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الأعزاء متتبعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي سنخصصها للترحم على المرحوم الحاج موسى شكري. الحاج موسى شكري كان ينتمي إلى فريق دوار شراردة. هذا الشخص الذي كان يمتهن مهنة التعليم وكان معلما، بل إنه درس أجيال وأجيال وبدأ مشواره التعليمي حيث بدأ مشواره التعليمي مع انطلاق التعليم في ولاية تيماء، وبالضبط من رياض القيد بوشعيب، حيث كان له شرف تدريس أجيال وأجيال فيما بعد. فهذا الشخص ورث الهواية عن أبيه الذي كان كذلك صيادا، وبالتالي ورث عنه بندقيته ودخل في نطاق الصيد، وكان بالفعل يصطاد لمدة سنوات وسنوات مع فريق شراردة. هذا الفريق العريق جدا الذي دامت العشرة بينهم تقريبا 45 سنة، 45 سنة، وما زال الأحياء منهم والحمد لله يزاولون هذه الرياضة. وبكل صراحة هؤلاء الناس ما كانش يصيد فوارة لما صيد معهم، فكانوا رمى بالمعنى الحقيقي. فمثلا نترحم على أبو يزيد كذلك الذي يبدو في هذه الصورة، وسنخصص له حلقة خاصة. كما نترحم على أيحي الواقف في الوراء ويحمل بندقيته، أيحي الملقب بن عدي، وكذلك في المقدمة بالطاقية الصفراء الحاج الفاطمي، ومعهم الحاج رشيد بريقة في الوسط بالطربوش أطال الله في عمره. فالحاج موسى كتشوفوه هنايا داير واحد الحجلة في الفم ديالو، وهذا رمز على اعتزازه وحبه لهذه الهواية. عندي واحد اللقطة تقريبا كدوم دقيقة في فيديو ديال سنة 1987، غادي تشوفوها في هذا الفيديو كذلك. فنعم الرجل كان ورحمة الله عليه وقدس الله عظامه في الجنة وألحقنا به مؤمنين طائعين. لأن الحاج موسى أنا شخصيا عاشرته في الجمعية، وكان منخرطا فيها منذ أن تم تأسيسها، واستمر على عادته إلى أن توقف عن الصيد بسبب أسباب صحية. فرحمة الله عليه مرة أخرى، وتبقى هذه الحلقات مناسبة للحديث عن هذه الشخصيات العظيمة التي أتتت المشهد الهواري، والتي من الواجب علينا اليوم أن نذكرها لأنها كانت تحب هذه الهواية، وكانت في الحقيقة نبراس للأجيال التي أتت فيما بعد. فأنا شخصيا تعلمت من هؤلاء الكثير والكثير، ولعل الشخص الذي رافقهم لمدة سنوات وكان له فضل تعليمي هو إيكي بوجمعة رحمة الله عليه، المعروف ببوجمعة الحمري. رحمة الله كما قلت مرة ثالثة ورابعة على الحاج موسى شكري، ونشوف الفيديو جميعا. يا سيدي